بسم الله الرحمن الرحيم. سيد دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، سيد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، سادة الحضور جميعا، اسمحوا لي أن أنا أهني حضراتكم على هذه اللحظة التاريخية اللي أنا سعيد بوجودي معاكم. زي ما قال السيد وزير الإسكان، فعلا هي لحظة تاريخية النهاردة، ويعني الوضع كان إيه من 10 سنين، الوضع هيبقى إيه بعد 10 سنين إن شاء الله بإذن الله. يعني مجهود كبير تم لمجلس إدارة النادي الأهلي والمجالس السابقة، وده إنجاز رياضي مهم بيضاف لجمهورية مصر العربية وهي محافظة الجيزة في إطار الإنجازات الكبيرة اللي بيرعاها وبيدعمها وبيسندها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واللي يمكن دولة رئيس الوزراء بيتابع معانا دكتور مصطفى مدبولي كل هذه الإنجازات على الأرض يوميا. فإن شاء الله بإذن الله قريبا نشهد مع بعض إن شاء الله افتتاح استاد النادي الأهلي، وإن شاء الله نشهد يعني إنجازات رياضية كبيرة لكل الأندية المصرية إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. كل سنة وحضراتكم طيبين، وألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم.